السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بأحباتي في الله ومتابعي قناة إلكترو المصطفى. إذا أعجبكم الفيديو أتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم الجديد. موضوعنا اليوم وحصري على قناة إلكترو المصطفى، سوف أقوم إن شاء الله بصنع هذه الأداة التي تقوم بقياس يعني الكابل هو سليم أم لا، ونقوم بإيجاد الكابل بي في السطح. مثلا إذا يوجد أي شورت في الكابل تشتغل هذه اللمبة. هيا الآن فقط عندما أضع السلك على يوجد السلك، عندما نريد البحث عن الكابل نحمل هذه إلى السطح، يعني يوجد فيها الجرس، نضع السالب على الشعيرات ونضع هذا في الوسط هكذا. هو يعني الكابل سالم، وجدنا الكابل الذي نبحث عليه، لمبة أيضا شغالة. الآن إن شاء الله سوف نقوم بصنع أداة. موضوعنا اليوم طريقة صنع أداة لقياس الكابل حصريا على قناة إلكترو المصطفى. أول شيء نحتاج هذه توجد فيها يعني يوجد فيها الصونيت يعني الجرس، قمت بنزعها في الدي في ار. توجد في الدي في ار و ساتيليت فندير، وهذا قمت بصنعه من الريموت، قمت بقطعه، سوف احتاجه على هذا الشكل. قمت بقطع هنا لكي لا يكون يعني لا تمس، سوف نحتاج لمبة ليد و ديود زينير، وهذه سوف نحتاجها أيضا. هذه ممكن أن نحتاجها ممكن لا، ونحتاج بطارية 12 فولت هي، ونحتاج لصاق، ونحتاج مقاومة. قمت بوضع لها سلك مقاومة صغيرة مكتوب عليها 471 يعني 470 أوم. قمت بقص أيضا هذا من الريموت، ونحتاج أيضا مقاومة أخرى صغيرة هي، وضعتها بين هاد الليتان هنا، قمت بتثبيتها لكي تسهل علي العملية. هي المقاومة، مقاومة 500 ومكتوب في المقاومة 561 يعني 560 أوم. سوف نحتاج أيضا هذا السلك واللحام وكل شيء يعني، وهذه الأسلاك أيضا سوف أضعها جانبا كلها. هذه الشيمة كتبتها. نحتاج لمبة ليد هي، ونضع الديود هنا مع هذه الرجل، وهذه الرجل من الديود مع المقاومة التي فيها 560 أوم، وهذه المقاومة مع مقاومة أخرى، أما 360 أوم أو 470 أوم بحال يعني سوف تشتغل مع هذه الرجل. الآن سوف أقوم بصنع هذه الأداة لقياس كابل وحصريا على قناة إلكترو المصطفى. أول شيء هو أن نقوم بتثبيت هذه اللمبة. الديود سوف أضعه مع هذه الرجل هو. والديود يعني الموجب مع هنا من الذي يوجد فيه خط أبيض مع الرجل، هذا الرجل خاص بالليد على هذا الشكل. الآن سوف أثبت الديود مع هذا الرجل من اللمبة ليد على هذا الشكل. الآن تم تثبيت هذا الرجل.
ثم تثبيت الرجل ديال الديود مع الرجل مع لمبة ليد، سوف أقوم بتثبيتها هنا. هذا الرجل سوف أقوم بإدخاله هنا، رجل آخر على هذا الشكل. هو تم إدخال هذا الرجل هكذا، يعني سوف نقوم بوضعه على هذا الشكل. هذا سوف أضعه هنا الآن. تم تثبيت الرجل الآخر على هذا الشكل، وهو الديود، الرجل الخاص بالديود. وهذا الرجل سوف أقوم بربطه مع هنا من مع هذه المقاومة على هذا الشكل. سوف أضع عليه اللحام هو الرجل ديال الديود. الآن تم تثبيت رجل الديود مع هذه المقاومة في هذا المكان. الآن سوف أضع مقاومة 470 أوم بين هذه المقاومة الأخرى وبين الرجل الليد. ها هي المقاومة 470، لا أعرف هل تظهر لكم أم لا. سوف أضعه على هذا الشكل. الآن تم تثبيت المقاومة الأخرى، هي جيدة. الآن سوف نقوم بوضع هذا السلك هنا في هذا على هذا الشكل. ها هو، يعني الطريقة سهلة هكذا. أنا ضعت السلك أيضا، هذا أيضا هنا. هذا الشكل هو. هاد السلك الصغير يعني ديال الموجب سوف نضعه هنا بين هاد المقاومتين على هذا الشكل. هو هكذا. ويوجد أيضا هذا السلك، هو سوف أضعه هنا على هذا الشكل. هو على هذا الشكل، هي يعني العملية قربة أن تنتهي. سوف الآن تم تثبيته هكذا. هو
بعد تثبيت المقاومات المسطحة قمت بنزعها. سوف أضع مكانها هذه المقاومات للألوان لأنها سهلة التركيب، لأن المقاومات المسطحة صعبة تركيبها، لهذا قمت بنزعها. هي بقي مقاومة واحدة أخرى هنا، سوف أقوم بنزعها. هكذا المقاومة الأولى سوف أقوم بقياسها لكي تعرفون قيمتها. نضع المؤشر على 2 كيلو. هذه المقاومة يوجد فيها 553، يعني 560. هيا 553، يعني 560 أم. هيا الألوان أخضر أزرق بني. هذه سوف أضعها، هذه المقاومة مع الأخرى، يعني المقاومة الأخرى، ونقوم بقياسها. يوجد فيها 470 أوم. سوف أقوم بربطهما هكذا على هذا الشكل، لأن هذه العملية سوف تكون سهلة. بعد الرجل أضع اللحام. قمت بنزع المقاومة المسطحة لأن صعب تركيبها، سوف تكون صعب عليكم. أحسن أن نضع مقاومة الألوان هكذا. قمت بربطها بال هيا. هذه المقاومة مع هذه الرجل من الديود، مقاومة 560 مع هذه الرجل ديال الديود هكذا. وهذا الرجل الآخر مع هذا الرجل هكذا. وهنا بين المقاومتين سوف نضع هذا السلك، ها هو على هذا الشكل، ها هو هكذا. أتمنى أني موفق في الشرح على هذا الشكل. والآن سوف نضع البطارية. هاي البطارية هكذا، ونضع هذا هنا. مثلا سوف نقوم بقياس هذا الكابل، هل يوجد فيه التمس أم لا. سوف نقوم بوضع هذا السلك، يعني الشورت هكذا، ونضع هذا هكذا. نضع البطارية عندما تشتغل، يعني يوجد شورت. ها هي البطارية شغالة، يعني يوجد فيها شورت. عندما ننزع مثلا هذا السلك على يقوم بشورت هكذا، لا تشتغل لمبة. ها هي
هي لم تشتغل. سوف أقوم الآن بتثبيت هذا البطارية هنا وكل شيء. سوف أقوم بتثبيته يعني هذه البطارية على هذا الشكل باللصاق هكذا لكي لا تتحرك. الآن تم تثبيت البطارية هكذا. الآن سوف نقوم بقياس هذا الكابل، يعني إذا هو سليم، يعني إذا الكابل سليم سوف نسمع للجرس. قم بالتجريب، نضع السالب على الشعيرات هكذا، يعني إلى الكابل سليم سوف نسمع الجرس. هيا الآن أول جرس، وهي لمبة شغالة. هيا الآن نسمعها. سوف أعود بعد تثبيت هذه الأداة للقياس جيدا. هيا النتيجة الأخيرة، هيا يعني يمكن أن نقوم بالتجريب بها. مثلا نريد أن نعرف على الكابل فيه التماس، سوف نقوم بوضع يعني التماس عمدا هكذا. سوف نضع هذا الشعيرات مع هذا يعني الشعيرات مع هذا السلك الوسط هكذا. يعني إذا اشتغلت هذه اللمبة يعني يوجد تماس في السلك. هو هي اللمبة اشتغلت. عندما أنزع الشعيرات يعني ذهب التماس. عندما نريد أن نقوم بالبحث عن الكابل يعني في السطح، إذا وجدنا الكابل يعني هذه سوف تكون في الأسفل، هذه الأداة سوف تكون في الأسفل، وهذه التي يوجد فيها الجرس سوف نحملها معنا إلى السطح ونضع هذا السالب على الشعيرات وهذا مع على السلك. إذا يوجد صوت يعني الكابل هو هذا هو الكابل الذي نبحث عنه، واللمبة أيضا شغالة. هيا هذا الموضوع حصري على قناة إلكترو المصطفى. إذا أعجبكم الفيديو أتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم الجديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.